السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع: من هم الفائزين؟ الفوز هو الفوز بالجنة والنجاة من النار. الفائزين هم المؤمنين الذين اختاروا الآخرة وعملوا في الدنيا الخير والعمل الصالح النافع، مخلصين لله تعالى. هؤلاء سوف يفوزوا بالجنة، أي يربحوها. استحقاق الجنة ليس صعبا، ويكون بإيمان صادق بالله وأعمال صالحة حسب قدرة الإنسان، حتى لو قدم شيء بسيط. قال تعالى: أصحاب الجنة هم الفائزون. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الفوز ثلاث أنواع يوم القيامة: واحد، الفوز العظيم. الفوز العظيم يكون بالإيمان بالله وطاعة الرسول وعمل الأعمال الصالحة وترك المعاصي والصدق مع الله والناس وتقوى الله والجهاد في سبيل الله. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الفوز العظيم هو أعلى الفوز وأعظمه. أصحاب الفوز العظيم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ففي الفوز العظيم يزيد الجزاء، إما بذكر الخلود أو ذكر المساكن الطيبة في جنات عدن. قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله، أكبر ذلك هو الفوز العظيم. اثنين، الفوز الكبير. الفوز الكبير هو فوز أقل من الفوز العظيم، ويكون لمن آمن وعمل الصالحات، فتكون لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذكر الله الفوز الكبير في موضع واحد، قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. ثلاث، الفوز المبين، ويكون بصرف العذاب والإدخال في رحمة الله، ولا ذكر بدخول الجنة. الفوز المبين هو الحصول على الربح ونفي الخسارة، ويكون في صرف العذاب، ومن صرف عنه العذاب فقد رحمه الله ويدخله في رحمته ورعايته. أما الذي خسر الفوز المبين هو الخسران، هو الهالك والشقي وله العذاب. قال تعالى: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين.